دلوقتي الحالي كمال الجنزور. طب ليه حضرتك شايف ان انا بعشق الراجل ده من ساعه ما مسك المره اللي فاتت، لان الراجل ده دماغه فيها شغل، بس ياخد فرصه بس وارضيه يشتغل عليها. متفائل بالفتره الجايه ان شاء الله؟ طبعا. والله انا في رايي ان الشخصيه اللي تصلح للوقت ده تمسك رئاسه الوزراء، اتمنى يا رب ينتبهوا ليه، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. اكبر شخصيه سياسيه ومحيطه بامور البلد بكل مفاصل الدوله، اراؤه السياسيه كلها صحيحه يعني بلا منازع، نظرا لخبرته طبعا السياسيه والقانونيه والاقتصاديه، يعني هو ما شاء الله عنده خبره واسعه في كل مجال، والمتابع ليه يعرف الكلام ده. في الوقت الحالي محمد بغدادي يعني اكثرهم توافقا، يعني حيث بخبره كدرايه سياسيه، لي مكانته في المحافل الدوليه، لي خبرته السياسيه، ويعني شايف هو افضل في الوقت ده. اعتقد انه افضل في الوقت ده، ما ننساش دور محمد بغدادي في الثوره، يعني ده بخصوصه حقه يعني. ليه بس؟ بس هو يعمل رئاسه التكنوقراط، يعني كل واحد شغال في حاجه يختص بيها، بس